حضرتك اللي بيتكلم ده نائب ولا مش نائب؟ اللي معارض معايا ده نائب ولا مش نائب؟ الاستاذ الدكتور وائل النحاس مش نائب. لا انا نائب، نايم مش. لا حضرتك نائب. نائب ايه يا فندم؟ لا انا نائم يا فندم. حضرتك نائم. نائب ايه يا فندم؟ مش نائم. نائب ايه؟ نائم وليس نائب. لا بقول لك نائم بالميم، هو نايم يعني. لا نائم عن حقي. على فكره ممكن اقعد نهزر كتير للصبح وانا كمان مش نايم. مش انا صاحي كويس قوي للشعب المصري عايز ايه. لا انا نائم عن حقي يا فندم، لان حضرتك لو تعرف الارقام الاقتصاديه للاقتصاد المصري مش هتقول انت نائب دوله ولا مش نائب دوله. نائب الدوله الاقتصاد المصري يا فندم خسران 1.5 تريليون. انتوا فين يا نواب مصر اللي بتقول نائب دوله مش نائب دوله؟ الاقتصاد المصري يا معالي النايب، النهارده الناس بقت تخرج في الشارع عشان رغيف العيش اللي الدوله كانت عايزه تقلله. انت نائب دوله ولا مش نائب دوله؟ النهارده حضرتك بتتكلم على مشاريع الموازنه التبعيات دي بقى لها 50 سنه. هو النهارده لا انا عايز اوضح له حاجه يا معالي النايب، مش في الكلام ده، بس انا ما عنديش عصايه سحريه اخبط فيها اغير اللي انت بتقول عليه ده. لا يا فندم ده هذا كله ارث يا معالي النهارده دي. استسمح معاليك عشان انت معاك زميل ليك. انا ما معيش، انا لا انا مش معايا زميل. انا بتكلم، انا بتكلم عن حقي بقى. اصل انت بتقول لي النهارده التبعيات بقى لها 30 40 سنه يا فندم. السياده اللي انت خرجت في الادارة يا سياده نائب الدوله، هو نفسه تجاوز يا فندم. هو قال لك ان المشاريع دي ضمت في الموازنه ولا لا؟ انا بقول له انت كنت فين والعاصمه الاداريه بتمول منين من الموازنه المصريه وما تمش موافقه عليها؟ انت كنت فين وشركه سيمز تم افتتاحها وتم تمويلها خارج الموازنه؟ مش الماده 27 بتقول لك عدم الارتباط بالمشاريع خارج الموازنه؟ يبقى انت معالي النائب مسؤول النهارده على اللي حصل للشعب ده، وانت بتقول ده نائب دوله. كل المشاريع اللي بتتم النهارده بتهدر حقوق الشعب المصري من خلال رقابه البرلمان عليه. البرلمان لا يراقب النهارده الحكومه، البرلمان اصبح متضامن مع الحكومه في اصلاحها ولطاقه الدستور. يبقى سيادتك يا معالي النائب تسال الحكومه، مولت النهارده شركه سيمز بره الموازنه منين؟ والدستور بيقول لك عدم الارتباط بالموازنه. يعني انت، انا عايز افهم، هذه المشاريع القوميه اللي هي بتدعم، اللي هي مفروض نكسر منها علشان احنا من غير مشاريع نقل التكنولوجيا دي، ما انت ما معكش الدستور، انت ما معكش سيبنا من الدستور. لا انت ما معكش، مش هنقدر نعدي الدستور. انت ما معكش اي حاجه تعمل بنيه اساسيه للدوله المصريه. انت ما عندكش اي قرش تعمل بيه تنميه. لو سمحنا هتعمل ايه؟ هتفضل الدستور يا هتعمل ايه؟ هو معلش، هو الاقتراض ده حرام يا فندم. هنبقى الاقتراض ليه حقوق وليه اصول. ما احنا ماشيين بالاصول. ما احنا ماشيين بالاصول. وبعدين مين اللي قال لحضرتك ان الاقتراض كان هو السبيل الوحيد؟ ده وهم احنا عايشينه في عالم افتراضي. لا لا لا. زي موضوع التعويل. لا لا كل ما طلعنا التعويل. طيب خلينا نسال استاذ محمود عطيه قبل ما اسال استاذ عبد الحميد كمال. يعني ما كل ده ما تعمل كل حاجه بس في اطار الدستور. تمام تمام. انت عارف هو لو كان جاب لها الاتفاقيه يمكن ورجعناها كنا وافقنا عليها وكان اتفضل تلاشينا الخلل الدستوري. استاذ وائل انت سامعني؟ اه انا سامعك حضرتك. انا كنت بتكلم دلوقتي وقطعته عني السكه تاني وانا بتكلم، وده مش صح. يا ماما ما انت هترجع لك الكلام تاني يعني. لا يعني الكلام احنا خدنا منك الكلمه للابد يعني. اتفضل استاذ محمود. بتكلم على شركه سيمنز. انا في لجنه ما انت ياما بتاخد الكلمات من الناس وتعيدها تاني. يا استاذي انا في شركه سيمنز تم عرضها على البرلمان عن طريق لجنه الطاقه، وانا في لجنه الطاقه وجت كل الاتفاقيه وقفنا عليها. الكلام اللي بيقوله ده مش مظبوط لانه بيهاجم. لا 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 حضرتك مش عارف شغلك يا معالي النائب كنائب، مع احترامي لحضرتك. بص انت هل النهارده شركه سيمنز تم اضافتها للموازنه العامه للدوله؟ ما فيش حاجه اسمها اتعرضت ووافقنا يا معالي النائب. في موازنه شركه سيمنز بقى لها سنتين يا معالي النائب شغاله. هل تم اضافه اعتماد سيمنز للموازنه العامه المصريه؟ لم يتم يا استاذ وائل. يبقى بالتالي ده تجاوز ايضا على الدستور. خلينا في قرض الصندوق. انا لا اتحداك. ايوه تمت بعد ما ضفناها، تمت وافقنا عليها. حاجه ما تقولش الكلام تهاجي الشعب المصري وخلاص. لا يا فندم، فين الارقام دي داخل الموازنه للاخر عشان انا هقفل العاصمه الاداريه؟ فين داخل الموازنه؟ لو سمحت انا عايز اكمل كلامي وحضرتك بتخش في مواضيع فرعيه. خلينا في صندوق النقد الدولي دلوقتي. الحاج بتتكلم فيه في الحلقه. اتفضل. مش عايزين نقعد نهاجم الامور كلها والشعب المصري بيستحمل. نحن نعاني اصلا، يعني نعاني اقتصاد متدمر من 30 40 سنه. حضرتك بنتحمل احنا دلوقتي هذه الاخطاء وبنحاول نصلحه. مش عايزين بقى ناس بقى تقعد تشوشر، تقعد تقول لك مع الحكومه جناب الحكومه. احنا دوبنا محلك سر على طول ومسؤولين عن الشعب المصري، ولا نحابي الحكومه في شيء. الحكومه المصريه اخطات بنحاسبها، ولكن هل الحكومه دلوقتي لو اقترضت وخدت فلوس من غير موافقه البرلمان هيبقى ليه اي صدى؟ الاشتراطات موجوده ان المجلس النواب لازم يوافق ولازم تتم الموافقه، ولو ما توتش الموافقه كانه هو العدم سواء. يبقى ليه بقى الكلام بعد صرف المبلغ؟ اللجنه التشريعيه وافقت وداخله في الجلسه العامه للسؤال. ممكن احنا نقول لا، يستطيع المجلس الموافقه ويستطيع عدم الموافقه. ما حدش اجبرهم على حاجه. النواب هم اللي هيقرروا، نواب الشعب المنتخبين. ولو سمحت احنا اللي بنتكلم على الشعب المصري مش اخرين ولا ضيوفك الكرام.
احنا مش عايزين مزايده نتكلم الناس ونقول وخلاص عشان نسمع بس المفهوم لمجرد ان احنا نضحك على الناس بشعارات كاذبه بقى لها 40 سنه ناس بتضحك. احنا عايزين استثمارات، عايزين مشاريع، عايزين نعمل تنميه، والقرض مش رفاهيه للشعب المصري، القرض مطلوب عشان نعمل مشاريع. شطارتنا احنا بقى نقول بقى القروض دي هنعمل بيها ايه والانتاج بتاعها ايه وهنشتغل بيها ايه والناس هتعمل بيها ايه والاجيال الجايه هتسددها ازاي. ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. لو سمحت الكلام خلص في موضوع صندوق النادي الدولي، لو عايز اي امور ثانيه انا تحت امرك.